السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جمعية أسرتي في المدينة المنورة، جمعية التنمية الأسرية، تقدم دعم للعرسان، دعم مادي وأثاث منزلي ودورات وعدة أمور راح نصور لكم هي. لا تبخلوا على أحد، نشر المقطع عشان الكل محتاج، أي عريس محتاج، لو مو مادي عندهم دورات، ودحين راح نصور لكم والسلة اللي قدموها للعريس. خلوكم معنا نشوف. طبعا اللي بيعرف الموقع، أول شيء قبل ما ندخل، جمعية التنمية الأسرية في المدينة المنورة في شوران، نهاية شارع شوران. يلا نقول بسم الله. كل ما يخدم الأسرة والمجتمع، سواء في المدينة المنورة بشكل خاص أو المجتمع السعودي. مجالات عمل الجمعية هي إقامة دورات تدريب والتأهيل الأسري للمقبلين على الزواج والأسر الناشئة، الإرشاد الأسري. طبعا الاستاذ عبد الاله راح يشرح لنا عن السله ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ عبد الاله، الله يسلمك. طبعا هذه سله اجهزه كهربائيه، ايوه، تقدم للمقبلين والمقبلات على الزواج وفق شروط موجوده عبر الموقع الالكتروني. تمام. منها ما يتعدى راتب المتقدم 7000، ايضا المقدم والمؤخر ما يتجاوز 40000، وشرط ايضا حضور الدوره لمده 3 ايام. تمام. طبعا السله او المبلغ الغذائي او المبلغ المالي، عفوا، غير مسترد. كم المبلغ المالي؟ 5000. 5000 غير مسترد. تمام. طبعا هذه السله الاجهزه، ثلاجه، ايوه، او فرن، وايضا غساله، وعلى 2 مكيف، 2 مكيف ومكنسه. طبعا هذه البرامج تقديم عن طريق الموقع الالكتروني للجمعيه www.srg.sa. استاذ عبد الله، في مبلغ مالي للزوجه؟ عشان في ناس بيستفسر من المتابعين الخاص، في ولا مستقبل النساء؟ صراحه مستقبل ان شاء الله في دراسه هذا الموضوع، لكن الان ما في دورات. دورات للمقبلات على الزواج، وايضا غير الدورات المقبلات الزواج، في ايضا برامج اسريه، برامج دورات ماليه، وفي العديد من الخصومات للنساء، من عيادات التجميل، عيادات اسنان، خصومات في عيادات التجميل. عيادات التجميل منها مركز النكنان، وايضا مختبرات بندرجين. ايوه. وفي ايضا في تصاميم انيقه للمطابخ الايطاليه، جميعها فيها خدمات وخصم للمقبلين، وايضا حتى للرجال والنساء. بس اذا تكلمت عن النساء بشكل خاص، في ايضا زي ما ذكرنا الخصومات الماليه للجهات العيادات الطبيه. الله يعطيك العافيه، ما قصرتي والله. الله يعطيهم العافية، طبعا ما مقصرين، يوصلوا الرسالة. هنا في العمدة، الله يعطي العافية. هنا الدهلي، ما مقصر، الله يجزاه خير إن شاء الله، الله يرفع قدرك ويخليك. بصراحة شكرا جمعية أسرتي، بيقدم والله، يكتب لهم الأجر، كل الدعم للعرسان. بس في عرسان ما يدروا عن هذا الشيء، لكن أنشروا المقطع في كل مكان، يعطيكم ألف عافية. واللي حاب يتبرع للجمعية برضو، فيه أدخل على الموقع، كل الطرق موجودة. يعطيكم ألف عافية.